فرصة سريعة، احتمال كلب منهم او كلهم يكونوا مصابين بانفلونزا الطيور. الكلاب؟ ايوه الكلاب. هو انت هتفهم احسن من الدكتورة؟ اعرض الامر على صاحب الامر. ايه الكلام الفارغ ده؟ مستحيل حد يدخل خطوة واحدة. وبعدين مين قال ان الكلاب بيجيلها انفلونزا الطيور؟ اسمع، انا هخلي بتاع الكلاب يطلع بيهم لغاية عندكم، يكشفوا عليهم عند البوابة، وانا هحضر الكشف بنفسي. سبحان المعز المذل. ادي الكلاب وادي المدرب بتاعها. سبحان الله، انا وعزة الله شفت كلاب كتير وقليل، لكن كلاب بالشكل ده عمري ما عيني شافت زيهم. تعالى يا ابن الناس هنكشف على الكلاب والمدرب بتاعها. دول نصابين، دول حراميه، دول مش كلب بيطري ولا حاجه. كله يلزم مكانه، والا الطباخ بتاع العصر يعمل لكم ملوخيه بالارنب ده. عاوزين فديه؟ انا مستعده. كام يا هانم؟ 10,000. موافقه. والمدرب بكام يا مدام؟ لا ده ولا يسوى حاجه. لو عايز اخد ايه يعني ممكن اخده يا مدام؟ بشرط ما تاذوش الكلاب. اقول ايه بس، ما هو العشق مذاهب. الحمد لله ان احنا معرفنا غير عشق البني ادمين. يلا من هنا، يلا من هنا. اخس بقى شغالك شغلانه محترمه مع بني ادمين، تسيبنا وتروح تتعامل مع الكلاب؟ ده انت كبله. انا ما هربتش، البت هي اللي خطفتها. ما خطفتوش ولا حاجه يا مولانا، هو اللي قالها يلا بسرعه ونط في العربيه. ده بيكذب. يكذب زي ما هو عايز. احنا عايزين فلوسنا، وبعدها يغور في 60 داهيه، نص مليون كاش يتعدوا قدامي ورقه ورقه، والا جتتك هتروح لعمك ملفوفه في ورق جرايد. عمي بقى الله يسامحه بعني. لو انت ابن اخوه من صلبه فعلا مش هيبيعك، والدم هيعمل شغل. اما بقى لو كنت من دم تاني لا سمح الله، وانت فاهمني طبعا، يبقى الدم مش هيعمل شغل. احنا بقى نعمل شغلنا. هاتوا النطع والسطور وحلوا الزبون وهاتوه. ناوي على ايه؟ انا مستعد اتنزلك على كل حاجه. افرد كف ايدك اليمين على النطع وابعد صوابعك عن بعضها. ازاي زبون يهرب مننا؟ ده زبون شقع. ده احنا ما خدناش غير مقدم الاتعاب. يعني الشقه الكبيره ضاعت علينا. هرب منك ازاي يا زناتي؟ المساله فيها خيانه يا معلم. في بنت مفحوصه شاطته من الشارع وهو له يد في المساله. زناتي خدامك يا مولانا. انت مستعادي معزول. انت بقيت خرع بعد الجواز. مستواك في الشغل اتهز. اطلع يا مولانا. انا اللي بطلع ولا اللي بجوز ولا اللي بطهر العيال ولا اللي بسير كل الامور. زناتي امرك يا مولانا. انت اتنقلت قسم التسول يا زناتي. انا في عرضك يا مولانا. خلاص الامر صدر والموضوع انتهى. عطيه امرك يا مولانا. اما يرجع الواد تستلم مكان زناتي المخلوع. جبت لي الهدوم اللي قلت لك عليها؟ طبعا يا فندم، بس انت كده البوليس ممكن يوصل لك. لا ما تشغليش بالك، انا مرتب اموري كويس والبركه فيك. بس انت جدعه شجاعه ورقيقة كده ونعمة. شيل ايدك يا عمرو بيه، انا ما حدش يشيل مشاعري ابدا من شعري. ولا اقول لك دي باروكه؟ خدها بقى وحسس عليها زي ما انت عاوز، وهي المرة تونسك في وحدتك. بقول لك ايه، انا مش عايز اسمع ولا كلمه ونس ولا ونيسه. كفايه اللي كان هيحصل لي من تحت راسها. هي مين دي؟ ونيسه. ومين ونيسه دي ان شاء الله؟ اغير هدومي الاول وارجع عمرو السيوف الحقيقي، وبعد كده بحكي لك من هي ونيسه. ونيسه دي جميله جمال متوحش فتاكه. اي راجل مهما كانت درجه تحكمه في نفسه لازم يضعف قصادها. عامله زي المغناطيس، عليها قوه جذب غير عاديه. وانت اصلك ما بترحمش. لا كله اللي دي عامله زي كابل الكهرباء العريان، اللي يلمسه يبقى انتهى امره. مش عايز اقول لك بقى ينتهي امره ازاي. وانا مش عاوز اعرف.
من فضلك اديني الجزمه يا انسه سندس. جزمه ايه؟ وانت قلت لي هاتي جزمه؟